أعزائي التلاميذ أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله غادي نحاول نشوف الدرس الأول ديال الدورة الأولى الخاص بالتلاميذ الجدول المشترك العلمي. هذا الدرس هذا سميتو لاريتميتيك دون أن يعني العمليات في المجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية. هذا إن شاء الله أول درس غادي نبداو به إن شاء الله في الجدول المشترك العلمي ديالكم. إذا اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوف فقط البارتي الأولى اللي غادي نتعرفوا فيها شنو هي أونسومبل، شنو هي الأونسومبل دي زونتي ناتوريل، شنو هي نومبر بير، نومبر امبير، إكسيتيرا، وبعض التطبيقات كذلك. كاين بعض العناصر اللي غيلقاو واحد الصعوبات في هذا الفيديو هذا لانه قرب العربيه ودابا غادي يجي قرب الفرنسيه. هذا لا يعني انه غادي يكون عائق لك، خاصك ما امكن انك تجاوز هذا العائق هذا باش ما تلقاش مشكل يعني في المسيره ديال الجدول المشترك العلمي ديالك. اذا اول حاجه باش ما نلقاوش مشكل يعني بعض العناصر ما نلقاوش مشكل في هذا الفيديو غادي نحاول نبدا بالليكسيك بعض المصطلحات. اذا ملي تسمع اونسومبل كتعرف خاصك تعرفني راني كنهضر على مجموعه. appartient ينتمي، n'appartient pas لا ينتمي، يعني واش كاين ولا ما كاينش. برودوي جداء، صوم مجموع، نومبر بير عدد زوجي، نومبر امبير عدد فردي، ايتي ديال لاباريتي يعني ادرس الزوجيه، واش هذاك العدد عندك زوجي او لا فردي. اذا انطلقوا على بركه الله نشوفوا شنو هي اونسومبل دي زونتي ناتوريل. دونك لونسومبل ديالنا دي زونتي ناتيغال كنرمزو ليه بهذا الرمز كروند ان، كتبدا ليه من نعش من زيرو واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة إلى ما لا نهاية. غير كو كملاحظة خاصني هاد المجموعة هادي ملقى فيها لا فاصلة عدد فيه فاصلة، لا عدد فيه كسر، لا عدد فيه جذر. حتى راسك مزيان، هاد لونسومبل هادي كتسمى لونسومبل دي زونتي ناتيغال. كاين واحد لونسومبل أخرى اللي هي ختها بالضبط، غير هنا كنزيدو لها واحد نجمة إطوال أولا كندو لها ان بريفي دو زيرو او لاب ان موان زيرو، بمعنى انني هنايا من هاد الفئه المجموعاتي كنبدا مناش من واحد ما كنبقاش نبدا من زيرو، يعني بمعنى ان الزيرو ما كاينش في هاد المجموعه. وهاد المجموعه كنسموها اونسومبل دي زونتي ناتوريل نوني، يعني مجموعه الاعداد الصحيحه الطبيعيه الغير المنعدمه. علاش سمينا غير المنعدمه؟ لان الزيرو ما كاينش في هاد المجموعه. اذا كملاحظه هاد الرمز هذا كنتو تعرفوه يعني عرفتو يعني في السنوات السابقه كان يعني انتماء، بالفرنسيه كنقولوا ابارتيان. هذا الرمز يعني عدم الانتماء كنقولوا نابارتيان. اذا نشوفوا هاد لي زيكزامبل اللي كاين هنايا فوالا، طلبوا منا نديروا هذا الرمز اما ينتمي او لا ينتمي. نشوفوا سبعه كينتمي لهذا ولا ما كينتميش؟ وي استاذ كينتمي، علاش؟ لان سبعه كاينه هنا، كاينه سته تبعها سبعه. نشوفوا هنا ناقص جوج، يلاه هضرت معنا استاذ قلت لي هنايا خاص ما تكونش في المجموعه الناقص، وبلاتي هاد ناقص جوج سبق هذا بقى ناقص، اذا ناقص في ناقص جوج هي جوج، وهي جوج كاينه هنا، اذا ابارتيان. حدي راسك مزيان ما عمرك تقول ينتمي ولا ينتمي حتى نشوف ندير الحسيبه ديالي. ها هنا عندنا كسر، واش تقول لا ينتمي؟ بالله نشوفوا 30 كتقسم على 6 ما كتقسمش، كتقسم كتعطيني عدد ما فيش الفاصله اللي هو 5، اذا نقولوا ينتمي. كون عطاني مثلا 5 فاصلة شي حاجه نقول لا ينتمي ديك الساعه. جدر 16 غتقول استاذ جدر 16 جدر راه فيها جدر العدد 16 راه فيه جدر ما يكونش ينتمي، ولكن جدر 16 راه هي جدر 4 وسيدنا عطي لي جوج معاها الجدر بقى لي 4، اذا 4 ينتمي. نجيو هنا زيرو واش كينتمي لان اطوال؟ يلا هضرنا على ان اطوال قلنا ما كتبداش لي من الزيرو، اذا زيرو لا ينتمي الى ان اطوال. والزيرو كينتمي لان؟ وي استاذ هي ان ديالنا باديه بالزيرو. مزيان نشوفو هنا ناقص 7 زائد 6 هي ناقص 1، وهاد المجموعة خاص ما يكونش فيها ناقص، إذا نابارتيان با. واحد لا جوج فيه كسر، واحد لا جوج هي صفر فاصلة، والفاصلة ما كتنتميش لنا لا إن لا إن إطوال، إذا نابارتيان با. نشوفو لهنايا واحد زائد جدر 36، جدر 36 هو 6 زيد واحد هو 7، 7 كاينة في هاد المجموعة، إذا أبارتيان. كنتمنى تكون الأمور بيان كلار، ما كاينش مشكل في هاد لونسومبل هادي، وفرقتو مزيان ما بين إن وإن إطوال، وكيفاش نقدر ديما ندير أبارتيان ولا ندير نابارتيان با. إذا ندوز مباشرة لي نومبر بيغ ولي نومبر امبيغ. فوالا كلشي نقدر نقول لي مثلا 4 كيدير واش الزوجية الفردية؟ يقول لي أستاذ راه الزوجية باينة، لأن 4 فيها جوج جوج. إلا قلت لك 9 تقول لي أستاذ الفردية، لأن مثلا ما تقدرش تقسم لي على جوج. فوالا، ولكن هنا إن شاء الله غادي نبقاوش خدامين بديك الأعداد عاديين، أنا نخدمو بدي يعني بدي سامبول ان إكس إكراك إكسيتيرا. إذا أول حاجة نطلقو مع لي نومبر بيغ، يعني الأعداد الزوجية. نعطيك مثال بعدا نفهمو. فوالا عطاونا جوج، قال لك كتب لنا شنو هو العدد اللي نضربو في جوج عطينا جوج، هذا ساهلة مضروب في واحد، فوالا غوماركين عليه مزيان. شنو هو العدد اللي نضربو في جوج عطيني 8، 4 اللي غنضربو في جوج عطيني 16، 8 اللي غنضربو في جوج عطيني 20 13، اللي غنضربو في جوج عطيني 80 هو 40. هنا اش كتلاحظ معايا؟ كتلاحظ معايا أن هاد جوج بقات كتعاود فيهم كاملين، اللي كتبدل ليا هو هذا. إذا
يعني كconclusion générale يعني كخلاصة عامة. On dit que le nombre A, nombre quelconque, A est pair, A راه زوجي, s'il existe, هذه النوصيون جديدة عليكم, إلا توجد ليا أن أونتي ناتوريل ك تيل كو. يعني ودي باش نقول أن A راه زوجي خاص يكون يتوجد ليا واحد العدد اللي هو ك تيل كو A كتساوي جوج في ك. أو لا حنا باش نستعملو بزاف هاد الضرب هذا ندو دو ك كلاغ. إذن أي عدد كيتكتب لك على جوج ك جوج في واحد العدد راه كتسمى لي عدد زوجي بدون منازع, يعني نومبغ بار. أجي نشوفو دابا لي نومبغ أمبار. فوالا نعطيكم الأمثلة هادو, غومارك معايا مزيان. شنو العدد نضربو فيه جوج ويعطيني يعني واحد العدد, نزيدو واحد العدد باش يعطيني ثلاثة. كنلاحظ جوج في واحد جوج, شحال خاصها باش تكمل هي ثلاثة؟ خاصها واحد. فوالا إذا هنايا مزيان. شنو هو العدد نضربو في جوج يعطيني تسعود؟ كنلاحظ جوج في ربعة شحال؟ تمنية. شحال خاصني نزيد تمنية باش تعطيني تسعود؟ خاصني نزيدو واحد. فوالا نشوفو تاني لاخرى. هنا إلا ضربت جوج في خمسة تعطيني عشرة, خاص شحال خاصني نقص منها باش تعطيني تسعود؟ نقص منها واحد. أش كترومارك شنو هي لاغومارك اللي كتلاحظ معايا هنا؟ كتلاحظ معايا تاني جوج تاني كتبقى ثابتة, وهاد واحد كيبقى ثابت, إما كنزيد واحد ولا كنقص واحد. كلاغ. إذا هنايا باش نقولو أن واحد لو نومبغ راه أمبار كونكليزيون جينيرال. إذا كخلاصة عامة أون دي كو لو نومبغ أ إي أمبار يعني عدد فردي سيل إكزيست أن أونتي ناتوغيل كا تيل كو. فوالا دائما كتشونج ليا شكون غير هاد العدد اللي كيتشونج ليا. إذا غندير يا دو فوا كا إما زائد أو لا ناقص. بحال الحالة هنا كانت عندنا زائد, في هاد الحالة عطاتنا ناقص. بحال بحال إما تكون عندك زائد ولا ناقص. هي دو فوا كا بلوس ولا موان نزان, نقدرو نكتبو دو كا بلوس ولا موان نزان. إذا لا تكتب لك على شكل دو كا بلوس ولا موان نزان, نقول هاد العدد راه فردي. دائما حد ما يراسك مزيان, دائما كنقول لي في يعني في التمارين يقول لك بين لي واحد العدد والزوج راه فردي يتدي لاباغيتي ديالو. دائما كنقول نشارشي على داك جوج, متفقين؟ كنسميها جوج اللي كنقلب عليها باش نحاول نشوف واش نضربها. إذا مزيان, إذا نحاول نديرو التطبيقات. شوفوا دي زيكزارزيس دابليكاسيون. سوا ان ابارتونوا ان يعني ان كاين تمليه لمجموعه الاعداد الصحيحه الطبيعيه, اي تي دي لا باريتي دي نومبر سويفون, ها هو السؤال. ودرس زوجيه الاعداد التاليه, يعني واش هاد الاعداد اللي عندنا هنا اللي غنعطيك دابا واش عدد زوجي ولا عدد فردي. اذا نشوفوا هنايا عطاونا ا كتساوي لينا بي كتساوي سي كتساوي دي كتساوي. اذا غنشوفوا وحده بوحده. نشوفوا ا عطاونا سيدي 4516. كنلاحظ ان 4516 كتكتب لي على شكل جوج في 2258 هكاك مزيان. اش كتلاحظ معايا هناك خرجت واحد جوج على برا, دائما كنقلب على جوج. اذا ا كتكتب لي على شكل جوج في ك كلاغ. شحال ك في هاد الحاله عندنا؟ هي 2258 كتنتمي لي حتى هي الان. الوغ بما انني كتبت على شكل جوج في ك, الوغ ا اي تان نومبر بار بوان. كتبان لي الامور مزيان. نشوفو بي. فوالا هي 4 في 51 زائد 1. كنلاحظ ان هاد 4 راه فيها واحد جوج, نحاول نعمل جوج عامل لي جوج في 51. اذا نحاول نعمل بجوج هنايا, بقات لي جوج عامل لي جوج في 51, واحد لبرا ما هضرتش معاها. اذا هي جوج في 101 102 زائد 1. اذا اش كتلاحظ معايا كتبتها على شكل جوج في 1 ك. لاحظ معايا كيفاش غندير ليها جوج في ك. شحال عندنا في ك في هاد الحالة؟ هي 102. جوج ك بلس ان كيفاش كتبتها؟ على دو على شكل دو ك بلس ان. اذا في هاد الحالة نقول ان لو نومبغ ديالي بي اي امبيغ. نشوفو السي. لاحظ معايا هنا مبقاش عندي اعداد, دابا هنا عطوني شي حاجة فيها ان. دوزين دوزين بلس كاتر. كنلاحظ هنايا كاين واحد جوج وهنا كاين جوج, اذا هي جوج ان زائد جوج في جوج. اذا العامل المشترك ديالي هنا في هاد الحالة هو جوج. إذا جوج عامل لـ ان زائد جوج كتساوي لي شكون؟ جوج ك. دائما كنرجع دائما خاصني نكتبها على شكل إما جوج ك ولا جوج ك بلس ان. وكنقول شناهي ك في هاد الحالة باش عوضت ك في هاد الحالة باش باش عوضتها بـ ان زائد جوج. هاي دائما كنكتب هاد القضية افي ك إتيكال ان بلس دو. طبيعة الحال هذا كينتمي ليا فين؟ كينتمي ليا لـ ان ومكينتميش. كينتمي علاش؟ لأن ان كاينة في ان وزدتها جوج كتنتمي ليا لـ ان. دونك سي ان نومبر بار. نشوفو الدي عطاونا هي 4 ان زائد 9, هي 4 ان زائد 8 زائد 1. حاولت ندير هنايا التفكيك بحال شفت 9 فككتها
فككتها 8 وزدتها 1 ما درت والو، 8 زائد 1 هي 9. اذا لاحظت معايا مزيان هنا كاين واحد العامل المشترك هو جوج، دائما كنقلب على هاد جوج. الا لاحظتوا معايا مزيان في لي زيكزرسيس، جوج عامل لي جوج ان زائد 4 زائد 1. لاحظ معايا شنو لقيت هنا جوج ديال ياك، هادي كانوا غنعوضها بواحد ك. فوالا دونك دي تيغال دو ك بلس 1 افي ك تيغال دو ان دو زين بلس ك تو سامبلومون. اذا كتكتب لي دي على شكل اش دو ك بلس 1. اذا نقول في هذه الحاله دي ايت ان نومبر امبير. نشوفوا او 4 ان كاري زائد 4 ان زائد 1. اذا لاحظت معايا مزيان هنا كاين واحد جوج بيناتهم، هي جوج عامل لي جوج ان كاري زائد جوج ان زائد واحد. دائما كنقلب على ديك جوج برا، هاي لقيتها. اذا كامله غادي نعوضها باش بك، هيا هي دو ك بلس 1 و ك. مي جبت هاد ك هادي راه ك سيدي، راه هي جوج ان كاري زائد جوج ان، هادي كامل اللي بين الاقواس كلاغ. اذا في هاد الحاله كتبت دونك او ايت ان نومبر امبير على شكل، تكتب لي على شكل دو ك بلس 1. ندوزو الان لي زوبيراسيون سيغ لو نومبر بير اي لي نومبر امبير. دونك سوا ا اي بي دو نومبر دو زونتي ناتوريل لا سوم. نشوف اول حاجه لا سوم دو دو نومبر اونتي ناتوريل. يلا نشوف الخاصيه الاولى، سي ا اي بي سون بير، الا كان ا و بي سي دي زوجيين الوغ ا بلس بي راه حتى هو زوجي، الوغ ا بلس بي اي بير. سي ا اي بي سون امبير الوغ ا بلس بي اي بير، الا كانوا جوج فرديين راه الجمع ديالهم راه زوجي. سي ا اي بي سي ا بير اي بي امبير الوغ ا بلس بي اي امبير، يعني الا كان عدد زوجي وعدد فردي الا جمعتهم يعطيني عدد فردي. دابا ندوزو لو برودوي دو دو نومبر اونتي ناتوريل. سي ا اي بي سون بير لو برودوي ديالهم اي بير، سي ا اي بي سون امبير لو برودوي ديالهم ا فوا بي اي تامبير. سي ا اي بي سي ا اي بير اي بي امبير الوغ ا فوا بي اي بير. فوالا واحد الخاصيه تري تري امبورطون بغا نستعملها بزاف في التمارين والتطبيقات. Le produit de deux nombres successifs, qui va être les procédures consécutives, est un nombre pair. Il y a le cas où des jours d'adadain mutatabiain ou adadun zaouji. C'est ma yara skat khasiyad. اذا لقيتي مثلا لقيتي اما ا عامل لي ا بلس ا او لا ان عامل لي ان بلس ا، نقدر غادي نعوضها باش بدوكا. علاش؟ يلا هضرنا انهم راهو دو نومبر سكسيسيف كيكون بير. اذا دوكا تقدر تلقى ا بلس 1 او لا ان بلس 1 فاكتور دو ان بلس 2. كتلاحظ هنا كاين ا هنا كاين ا، هنا كان واحد تابع جوج، اذا هذوك كيتسموا ليا سكسيسيف. كنقدر نرمز لهم بدوكا بريم، هاد كا بريم كا كا سكوند كا ان سون دي نوتا سون دي سامبول، فهمتي؟ يعني كيتسموا ليا دي سامبول ميت، يعني باش بغيت نعوض نعوض ما عنديش مشكل. نقدر نلقى ا موان 2 فاكتور دو ا موان 1، راه ماشي بالضروره تلقى ا، راه ملي كنهضر لك هنايا مثلا راه كنقول لك بصفه عامه تقدر تلقى ان ام اكسترا، راه اي صامبل عطاك ما عرفش بحال بحال. اذا نقدر نعوضها بدو كا سكوند. نشوفوا هاد ليكزيرسيس دابليكاسيون سوا ان ابارتونو ان اي تي دي لا باريتي دي فونكسيون دي نومبر سويفونت باردون. اذا نشوفوا هادي دوزين بلس 5 اي تان نومبر امبير، علاش؟ كنلاحظ ان دوزين بير و 5 امبير، علاش؟ لا سوم دان نومبر بير اي دان نومبر امبير. نشوفوا هذه 4 زائد 4 ان ايتان نومبر بير، علاش هذا ايتان نومبر بير؟ كار لا سوم دو دو نومبر بير، عندي 4 ان بير و 4 بير والجمع ديالهم راه حتى هو بير. نشوفوا السي ان عامل لان زائد 1 وبلاتي وستي، يلاه شفنا القضيه هذه ان راه تابعه شكون ان زائد 1، هذا ايتان نومبر بير، علاش؟ كار لو برودوي دو دو نومبر سكسيسيف او لا كونسيكيتيف. دي n plus 3 facteur de n plus 4. Voilà, on a n plus 3, on a n plus 4. Tu as un nombre produit de deux nombres successifs. C'est un nombre pair car le produit de deux nombres successifs. Clair. Nous avons e. n au carré plus n plus 1. Je vais vous faire n. n facteur de n plus 1. C'est quoi? C'est un nombre pair. C'est un nombre impair. Pair, c'est un pair ou impair. Car la somme d'un nombre pair est un nombre impair. C'est un nombre. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا شويه في هذا الفيديو الاول ان شاء الله. الفيديو الجاي غادي نشوفوا نخصصوا فقط دي زيكزيرسيس دابليكاسيون باش تفهموا هاد لي نوسيون مزيان تبارك الله ان شاء الله بحول الله. اذا كنتمنى لكم التوفيق والتيسير ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم. الى اللقاء.